هذه الدورة هذه ولا اللي قبلها ولا اللي مازالوا جايين، يعني احنا توا نقولها ونعاودها، محتاجين المنظمين، فهمتني، منظمين كما سي بن يعقوب باش نحرك شويه الرياضه، مش كان الملاكمه حتى في حاجات اخرى، خلي الناس فهمتني ترجع للرياضه وترجع نحب نقول بعد الشباب نحس فيه كي فراغ هكا، ماذا بينا احنا هكا الناس يحب يقول لي ينجموا ينظموا اللي يحب يقول عندهم الامكانيات يتلفتوا للمشاريع هذه راهي باهيه، يعني العقل السليم في الجسم السليم، هذا الرياضه يعني بجميع انواعها بالاخص الملاكمه، واحنا نحبوا الملاكمه، الشعب يحب الملاكمه، يحبوا ماذا بينا طلعوا ابطال اخرى، علاش لا؟ يلزم تضحيه ويلزم يواصلوا في العمل والنشاط والجهاد، حب نقول يعني هما يعرفوا مش لازم حتى انا مش، اما انا شو نقول؟ كل راي ثنيه معناتها صعيبه، وراو من طلب العلا سهر ليالي، ويلزمها خدمه 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 وتضحيه، قد ما تضحي وقد ما تنجح، فهمتني؟ والالقاب هذه راهي الناس الكل، كل حد يحب يولي بطل، ما فماش واحد ما يحبش يولي بطل، الناس الكل، دونك فليتنافس المنافسين ونشجعوهم، فهمتني، سيرتو الصغار اللي يحب يقول اللي طالعين، فهمتني، يمشي نقول له امشي ترانه، امشي ولبالك روحك وترانه باش ما تاكلش، فهمتني، حاب نقول لك اماد وترانه تريناو هذا شنو؟ الصلاة تبدا محلوله وكل شيء والامبيونس كيما كنا قبل، فهمتني، تعبى بالوليدات صغار وكبار، استحفظوا عليهم وحطوا ناس حب نقول اللي تتلاهى سيريو، مش احنا كنا قبل صغار وصارت لنا برشا حب نقول كلينا ضرب زايد.